رجعنا لكم من جديد في آخر جزء من حصتنا اليوم. ديما نحكيوا هوندو بطولة العالم مصر 2021. معنا مدرب الترجي نجيب بن ثير، مدرب بسام مزو حر، كذلك سيد فاضل السلام، وزميلي الإعلامي باسم السالمي. نبدأ معك سي نجيب. ديما بعد كل بطولة يقع تحميل مسؤوليات، يقع تقييم، اختلفت حتى الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي. فما شكون يحمل المسؤولية الملاعبية، فما شكون يحمل المسؤولية المدرب. هل يتحمل سامي سعيدي المسؤولية في اللي صار لمنتخبنا، في الهزيمة، في الخروج من الدور الأول، في الكلاسمون اللي باش نحتلوه اللي هو من 24 التالي؟ الناس الكل تحمل المسؤولية الحقيقة. أولا أنا يزن يقول أنه حسيت سلام أنه وقع تهميش بطولة العالم. بالضبط الكلمة اللي وجه عليها من قبيلة، لأنه لما أنت تفرض انضباط شديد جدا في آخر فترة من قبل بطولة العالم، ولما أنت معناها تهز فريق تقريبا نقول أنا مشبب في بطولة العالم، ما نجموش نهمشوا بطولة عالم وين صورة تونس تظهر غاديك 100%. وبالتالي احنا هزينا الشبان، مش من بعد ما نقولوش على خسرنا على خاطر شبان، لا خاطر اما التشبيب راه يصير في الربح، راه احسن تشبيب انك تربح وتشبب. ثانيا معناها انا اللي نعرفه ما نشبوش في بطولة عالم، نشبوا في العاب افريقية، نشبوا في بحر العاب بحر المتوسط، نشبوا في دي تورنوا انترناسيونو اميكو، ما نجموش نشبوا في بطولة عالم ومن بعد نقولوا انا قاعدين نخدموا في الفريق. الحقيقة فهمتني؟ ونشبوا باش نهزوا الفريق الصغيرات هذوما نحطوهم على البنك ولا على الجرادا، ما عملنا شيء في الاخير. فهمتني؟ دونك المسؤوليه نقول يتحملها الناس الكل، اكيد الملاعب يخطئ ويصيب، يتحمل مسؤوليه كيف وكي غيره سامي السعيدي بطبيعه الحال، لانه ثم برشا اختيارات معناها يلام عليها. مثلا الناس اللي هزوا من غاديك، اول حاجه معناها انا كي نمشي بان سولي دي جوش ونعطي ثلاثه سوايع كاملين الغسان تومي ودي جوش، انا كي نمشي تقريبا ان سول دومي سنتر نعطي ثلاثه سوايع كاملين محمد امين درمون، كي نمشي بان سول بيفو واضح وكاسح كيما جاب الله ونعطيه ثلاثه سوايع غير لا دقيقتين اللي هما وقت خرج جاب الله لعبنا اسلام جبالي. فهمتني؟ اسلام جبالي اللي لعب مره واحده كي خرج جاب الله دو مينوت اكاهو. اي ثم شويه الحقيقه بالضبط ثم شويه تو اسلام جبالي ما مشاش لقطر، ما مشاش لقطر، مشى غازي بن غالي، وبعدين المفروض نلقاو غازي بن غالي اللي مشى لقطر. مشى اسلام جبالي لقطر، كان موجود غازي بن غالي شويرف. لا مشاش كان موجود اسلام جبالي في قطر. على كل معناها الحقيقه ما تقريبا ما لعبش، شو اسمه هو اشرف المرغلي ما لعبش تقريبا تكون 10 دقائق تقريبا معناها تقريبا. حازم باشا ما شفناش، دخل خرج اسامه الجزيري اللي من المفروض كان نجم يعطي الفريق، خرج من الفريق، اي خرج من 16 اليوم اسامه الجزيري راوي زمان خرج من 16 الاصابه، اي دخل رامي الفقي ما حد ساقه في الملعب. لكن زاد اسامه الجزيري قبل الاصابه تقريبا ما لعبش وما استفدناش من خبرته، لانه خمس دقائق ضيع كوره ولا زوز ما عاودش عادي تضيع. انا الحقيقه نتاع ربي شويه ملام على سامي في الجيستيون نتاع الافكتيف نتاعو، في الجيستيون دي ماتش نتاعو اكيد جدا ما فيهاش حتى كلام. ثانيا معناها نجموا نعذر الراجل على انه ستة شهور اربع شهور تقريبا ويخدم فقط، ولهنا نرجع علاش احنا نشبوا ونبدلوا في فريق والظروف الكل مش ملائمه. نعرفوا اللي مش نلعبوا ماتش تميكو بحكم الكوفيد، ونعرفوا اللي امكانياتنا الماديه مش كبيره برشا في الجامعه التونسيه لكره اليد باش توفر باش التشبيب يزمه عنده قواعد، ما نجمش ان ندخل بطوله عالم ونحط روحي في من 25 ل 32 وبعد قاعد نشبب. لا هذه اول مره في بالك تقول لي ما ترشحوش الدور الثاني، اول مره تقريبا من هنا نلعب على 95 95 وقت اللي ما عندنا حتى امكانيات مشينا الدور الثاني. اليوم معناها في 2021 ما مشيوش الدور الثاني، ماهيش معقوله عندي انا رسميا. معناها انا كان حاب نقيم المشاركه هذيا نقول سلبيه. شنو الاوبجيكتيف تاعنا؟ على الاقل نمشيو الدور الثاني، الا انه الا لو قلنا الاوبجيكتيف نتاعنا اليوم تكوين فريق وقت عاد نمشي الدور الثاني. هذا قالوه ما يجيش هكا بالنسبه لي انا ما نجمش كون فريق بطولة العالم. والحقيقه خلينا نكمل الكلمه هذه اسلام، ما
ما ثماش تكوين فريق وتشبيب فريق في منتخب برا. ثم المنتخب الحاضر يلعب. عمره 19 كما قال كان يحكي فاضل ولا عمره 37. الحاضر هو اللي يلعب. والملاعب اللي يعطيك هو اللي تهز المنتخب. شنو رايك انت كوتش؟ كيفاش تشوف المشاركه نتاعنا؟ هل تشوف حسن روحه وسامي بالافكتيف اللي هزه؟ باش جست عندي كلمه، انا ما نمشيش في كلمه تشبيب راي الفريق في المنتخب، ما نمشي في تغيير المنتخب. المنتخب نجم نغير اللاعبين اللي فيه. وله اللاعب اللي حاضر، خاطر هي شنو الشيونس بتاع 15 يوم 21 يوم تهز اللاعبين الحاضرين. نقول انا اللاعبين الصغار نسير ادماجهم كما قاعد يصير في الفرق العالميه الكل، فهمني، يصير ادماج مع كل دوره اوروبيه، فهمني، يدخلوا اربع خمسه جوارات مع البطوله اللي تلقى ذوكم حضروا البطوله العالم، من بعد تلقى اربع خمسه جوارات اخرين تلقى معناها بعد اربع بطوله، بعد اربع بطولات عالم تلقى جمعيه اخرى تبدلت، معناها بعد 8 سنين تلقى كل 8 سنين جمعيه كامله تبدل. دونك لهنا نقولوا الادماج كيفاش صار، هو لهنا الادماج كيفاش صار، فهمني، الافكتيف هو لهنا المدرب اختار اللي في كتيف نتاعو، فهمني، صاروا الاشكاليات الثلاثه اللي صاروا الاخرانيين، فهمني، عيسى مرض نتاع امير بن نور ربي يشفيه، والمشكل اللي صار للاعبين خلبز له شويه معناها الحسابات نتاع المدرب. ريست من بعد كيفاش بتجيري اللي في كتيف نتاعك، عندك انت اطار كامل معاك، كل مقابله عندها خصوصيات نتاعها، كل مقابله الاختيار نتاع اللاعبين اللي باش يلعبوا. نجم نلعب مصباح ماتش كامل، راني ماتش المقابله الاولى، المقابله الثانيه فهمني عندي خصوصيات نتاع الجمعيه الاخرى. يلزمني نشوف اللاعب اللي باش نختاره، كيفاش نعاود نختار مصباح، معناها باش نعطيها تاك هاو ولا ديفونس كاو، شكون اللاعب اللي باش يعوضه على المستوى الدفاعي، شكون اللاعب اللي باش يعوضه على المستوى الهجومي، معناها يلزمك بلغه اخرى ندور ليفيكتيف كيفاش لازم يصير. مش معناها ندور ليفيكتيف صحيح، راه كي تخزر للتدوير ليفيكتيف تلقى رانا مدورين، رانا ليفيكتيف رانا مشاركين 13 لاعب، خلاف الجول انا نحكي مشاركين 13 لاعب، مشاركين 14، اما نشارك لاعب فاضل شويه دقيقتين هذاك شنو نحب نوصل انا توا، المشاركه نتاع اللاعبين الاخرين شويه قداش قداش الوقت نتاعو التوم التوم انا كونساكري للاعب. محمد السوسي اسكو باش ينفس اكسبيريونس خذاه 20 دقيقه في ثلاثه مباريات باش ينفس صحابه والا لا؟ انا تو مثال باش ناخذ مثال صغير، ما رانا كي نحكي قاعدين مش ديما العباد يسمعوا يسمعوا فينا ما يقولوش رانا باش نركزوا على لاعب ولا على اثنين، لا نحكي هو مثال كما قلت انت البارح كما تو احنا الماتش الاولاني لبنا شويه على رمزي مجدوب، الماتش الثاني ما تعدى عدى عصام رزيق ماتش باهي، البارح في 16 دقيقه كما قلت لك انا من جهه عصام رزيق معناها لي ديبار ديزيلي ومين تماركاو معناها 6 اهداف كان ينجم يصير تغيير من العشرين دقيقة يهبط رمزي مجدوب يعوض عصام رزيق. ينجم يكون رمزي وقتها لو تفرج شوية فهمني في الجارديان معناها خاطر مش كيما في التيران كيما تعمل فيزيوناج ينجم يهبط مع مخ ينجم يعطيك البلوس وقتها الناحية الهجومية والدفاعية. دونك هذوما الحوايج اللي ديتاي اللي هما صغار هما اللي خلاو راهو المنتخب الإسباني يمشي يلعب مرتاح راهو. باسم شنو رايك انت؟ كيف شفت المنتخب؟ كيف قيم هالمشاركه نتاعنا؟ هل يتحمل سامي السعيدي وحده المسؤوليه؟ نجم يتحمل سامي السعيدي؟ لا الاكيد لا. خاطر شفنا كاني هجمه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي على سامي السعيدي. واضحه 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 فما هجمه وان شاء الله ما تكونش دواعيها جهويه اسلام هذا اخطر شيء. نحن اليوم لا موجود. ايوه خاطر موجود تونس وهذا شيء مؤسف. أيوة جدا. نحن نحكوا على بطوله العالم لكره اليد وعلى مشاركه منتخب تونس، المنتخب اسمه تونس. ما اسمه لا الاتوال ولا الترجي ولا الكلوب ولا السي اس اس ولا حتى فريق اخر. تونس وتونس تجمعنا الكل، ماذا بينا الخطاب الاقصائي هذا نحطوه على جنب. اذا كان ننقدوه ننقدوه في اش عمل الاغلاط في الكوفة التيران، مش خاطره هو منين وخاطر النقد لازم يكون نظيف ودون حسابات. حاجه اخرى اسلام، الاشكاليه شنو هي؟ الاشكاليه انه كيما نحن لازم نتعودوا ثقافه المحاسبه بعد ما تعطي الرجل حقه. عندك حقه في الاشواء عملهم والامور واضحه، مشى الاشواء بون مش فما شكون ما يفخكش، مش كل شيء ديجا كان يحكي كوتش مشكل. هذه مشكله كبيره برشا اذا كان المدرب يقصد هو اختارهم وحده اختارهم وحده من غير بدون ضغط بدون ضغوط باش من بعد الحساب يكون على قدر على قدر العمل ما دخل في حاجه واضح لهنا. نحب نفتح قوس اخر اسلام على موضوع المسؤوليه لهنا، ما حتى حد لازم يخفي مسؤولية البيرو فيدرال، لأنه نعرف أنه وضعية بطولة العالم هذه جات في إطار الكوفيد. تا
تعرف انت لهنا نفتح سؤال، انا مسيرش نشارك معايا خويا فاضل وخويا نجيب، هل ندرى سامي السعيدي كان شواء اولي وشواء اساسي في بيرو فيدرال، او انه فرضته ظروف الكوفيد اللي هي حتمت طبعا اغلاق المسارات الجويه و لا هو شواء مقتنعين به بعد ديجا حتى سي نجيب ظهر لي كنت انت باش كنت اون كونكيرونس ظهر لي انت وسامي السعيدي هكا ولا؟ ايه صحيح. شنو صار وقتك؟ خلينا نصدر الفوز سامحني نقص عليك بس. ما بيرو فيدرال اختار سامي السعيدي حقه. حكيوا معك حكيتوا انتم ما لا 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 بكل انا والبيرو فيدرال هما قالوا لي اللي اختاروا بين زوز، لكن انا ما كلمني حتى حد وما سمعني حتى حد وما سمع برنامجي حتى حد. اما شنو هو هكا دخلت في منظومه نتاع اختيار انا وحافظ الزوابي زاد كيف كيف وسامي السعيدي، وهو اختار البيرو فيدرال سامي السعيدي وله الحق في ذلك. وسامي راهو من المبدا لازمنا نكون واضحين مدرب عنده امكانيات وعنده خبره ومدرب كفء ويستحق المنتخب هذايا، لكن انه بسوكي الكريتير خذاها بارابور ليان ولا بارابور الحافظ الزوابي هذا كلام يرجع للبيرو فيدرال وخاصة الحقيقة رئيس الجامعة التونسية. لكن كلام بسامي يقول أنه وقتاش رجعنا للمدرب التونسي خاطر من الأول بكل كان ثم كلام على أنه باش يعوض جيرونا مدرب أجنبي إسبانيولي، وقتاش رجعنا لفكرة المدرب التونسي وقت اللي المدرب الإسبانيولي هذا معناه طلب يظل برشا فلوس وزارت حكاية الكورونا، وقتها بالذات وقتها بالتالي فكرنا في المدرب التونسي وحسنا فعلنا. راهو المدرب التونسي سامي السعيدي ولا نجيب نثير ولا غيره راهو في كل الاحوال تعطيه الوقت ويلزمك تجربوا وتجربوا وتشوفوا وبعد تحكم عليه. سامحني حاجه اخيره قبل ما نجيك كوتش لا في الامنية هذايا قبلنا خذينا حافظ الزوابي وخدمنا على روحه حافظ الزوابي وعملنا نتائج طيبه، هزنا الجوز الاولمبيك وما قصرناش على 2017 كاس العالم في فرنسا تظلي مشى على روحه حافظ الزوابي. وقتها رجعنا للمدرسه الاوروبيه على اساس ما نجحش حافظ الزوابي وقعدنا 4 ولا 5 سنين مع المدرسه الاوروبيه، وبعد باش رجعنا لسامي السعيدي. اليوم يظلي حتى كي كان مشينا في المدرسه التونسيه وحتى كي يمشي على روحه سامي السعيدي يلزمنا نواصلوا في نفس المنهجيه هذه اكثر. اصلا تعقيب على كلام الكوتش، علاش حكيت لك على القناعه الراسخه؟ لانه لو جاء مثلا مدرب اجنبي اليوم مثلا توني جيرونا واللي قبله الان بورت تلقاهم يعطوهم الوقت الكافي ويعطوهم لي مويان الكل باش يخدموا. كل ما يتعلق باطار او او اطار تدريبي تونسي الا بالضبط الا ما الخيارات الكل تتبدل والحكايات الكل تتغير. على هذاك حكيت لك على موضوع القناعه الراسخه. حبيت نجبد لك نقطه اخرى انا اخويا سلام. لهنا انا نرجع ديما للبيرو فيدرال لانه هو اساس التكوين، هو اللي سطر كل شيء. مدرب نجح ولا فشل، لاعب ضيع كوره ما ضيعش، هذه كلها بطوله عالم واشياء ظرفيه تحصل تو، انما التخطيط هي مسؤوليه سلطه الاشراف ومسؤوليه الاتحاد التونسي لكره اليد. لهنا نحب نحكي على نقطه اخرى والاداره الفنيه وهي المقصود تحديدا. ميرسي كابتن صلحت لي. نحب نقول لك حاجه يا اسلام، ما يسالش خطوه بخطوه. انا بالنسبه لي الديكليك نتاع كره اليد التونسيه 2005 نحن وصلنا التوب كاتريام مونديال توب العالمية مع سعد حسن افانديت شكا ولا لا. من بعد معناتها بنينا على هذيك الشخصية اللي عملناها في كاس العالم 2005 وعملنا مشاركات باهية حتى بعد في بطولات العالم الاخرين حتى تقريبا 10 11 هم فما بطولة عالم ما كناش فيها 2015 اعتقد. طيب قبلها انا حبيت نرجع لك ديميلتراز، عندنا بطولة عالم تاع كلوفال اللي عملنا عليها الفيكتوار الهيستوريك كونتر المانيا مع الامبورت هذيك دخلوا فيها برشا ملاعبيه صار كومباساسيون صغار بعد عاودنا كسرنا في 2015 في 2015 صارت استدعاء الحرس القديم اللي هما نجوم على روسنا. نحكي على عصام تاج وهيكل مقلم وسيد سويتش بالا المدرب كسر كل شيء. التوب اللي وصل له 2005 كسر كرايم الناس الكل في 2015. هذا انا نحب نقول لك انا الديكليك هو ما غادي يبدا لو الجينيراسيون تاع 2013 اللي ترشحنا به وعملنا به بطولة عالم طيارة بارسا شو ديسيان تقريبا اللي هي جينيراسيون جونيور 2011 لو هذيك السي نجيب كانت موجودة او هذيك كملت
رانا حكينا في الباساسيون اللي تحكيت فيه، رانا وصلنا اليوم ولقينا ليكيب مريقله بيان انجكتي منظمه ماشيه الامور صحيح ولا لا؟ هذه حاجه. باهي في نكمل مع البيرو في البيرو فيدرال، هذه مسؤوليه كبيره ياسر ياسلام. كنا نتسائلوا نحن كمتلقين وكصحفيين وكاعلاميين مختصين في كره اليد، نتسائلوا نقولوا علاش نحن عندنا بيريود ما عادش عندنا سي نجيب المحترفين البرا، الكاليتي طاحت، ما عادش عندنا قبل كنا مونبيلي وناس تلعب في تشامبيونز ليغ لوروب ونشوفوا في الشوارع. الشوارع ولا الخليج تاع الملاعبيه خموا فلوس اكثر من فما اسلام، فما نقطتين. الشوارع تاع الملاعبيه اللي لازمك تعرف شنو وراه زاد السبب اللي وراه، اللي نحن يا اسلام لاعبيتنا يصحهم على الكرون كلوب الكل ولا اي نادي في تونس سون كلوز ليبراتوار، سون كلوز ليبراتوار. النادي يستعبد الملاعبي، الملاعبي راهي هو الحلقه الاضعف في هذا الكل. انت تسال خاطر انا وياك نحب الهوند نحب ملاعبيتنا الرام فيش برام ماكدوبورغ فيف تورون كيلشي في التوب مقابلنا في الفاينل فور كاس النجيب كي نشوفوا نشوفوا ملاعبيتنا الكل. ما نوافقكش برشا خاطر حتى يشوا نتاع الملاعبيه ظهر لي يمشي للخليج ظهر لي اكثر يا من يعطيك اربع خمس سنين يصحح معاه وسون كلوز ليبراتوار يستعبدوا معاش يخليه يمشي لحتى ايكيب معاش لازم يعمل جاستيون يا باسم الكارير اللي نحكيو فيه هاو يسيبوا فيه الملاعبي انه يعمل كلوز ليبراتوار حقه باهي. حبيت تعلق حاجه كوتش؟ حبيت نعلق على الاختيار المدرب التونسي. توا راه لازم نقعد مع المدرب التونسي ولازم نعطيو المدرب التونسي خويا فهمني وقته باش يخدم باش يحضر منتخب المستقبل، خاطر توا هذايا سيتعدى راهو توا اللي نحكيو على الماضي رانا صحيح راه مازال البارح لما حكينا على الماضي لهنا توا كيفاش تحضر المستقبل نتاعك مع المدرب التونسي وما نغلطوش غلطه اني اللي نجيبو توا نبداو نلوجو على حل الكارنيه دادريس نتاعك وابدا نلوج لي على المدرب اسبانيوري ومدرب فرنساوي لا يلزمنا نقفوا بالكدا ونخزروا خزنه صحيحه اني ونشوفوا التنظيم العمل اللي باش يصير مع المنتخب الاصغر والاواسط اللي عندهم بطوله افريقيا في شهر مارس ان شاء الله وكانت اكدت فهمني في المغرب والعمل اللي باش يصير خاطر هما بيدهم راهم اللاعبين نتاع المنتخب الاوسط والاصغر راهم باش تلقاهم عام الجاي في بطوله افريقيا الجايه الاكابر راه معناها انت توا راك باش تخدم للمنتخب الجاي. ما جابش تكون بحبان سي نجيب ما سالكش على البوليميك اللي صار تحاول اسامه البوغان ما حقيت اسامه بالتواجد وكيف كيف من جهه ثانيه عندك ملاعب اخر انت جاك اليوم تحط في دي كونديسيون خايبين سواء باش يكون باش يرجع للترجي مع احبه الترجي اللي كلها متعاطفه مع البوغانمي والا حتى اليوم في المنتخب رغم اللي تبارك عليه كان افيكاس برشا غسان تومي وعمل اللي عليه في البطوله هذه، كيفاش تتعامل مع الوضعيه هذه وهل يستحق اسامه البوغانمي يكون موجود وتظلم كما مشاش؟ والله تظلم الحقيقه لانه اسامه البوغانمي ملاعبي اللي من برشا ناس ما تعرفوش اللي هو منضبط جدا واللي هو عنده شويه اكسيت زيل ساعات في بعض الاوقات في بعض الانترفيو ولا في تحكي معاه كوتش في النقطه هذه ولا ليه؟ والله انا من الناس اللي نجبد له الموضوع فقط لكن انا ما عنديش ندخل في الانترفيو نتاعو انا نمشي هكاك بالطريقه هذيك انا في الملعب قمه الانضباط في التمارين قمه الانضباط ساعة الا ربع قبل كل التمارين تلقاه موجود بالمساجات بالخدمه نتاعو 100% يعطي من غير حتى حساب في المباريات الكل عنده بعض الاكسيتزيل وقت يسجل اهداف يهز يديه وتوسا معناها سي سون كاركتير هو كي يهز يديه راهو حاجه عاديه اما ساعات يمشي حتى الجماهير المنافسه هذيك اللي ما يحبهاش سان جوار دو كاركتير اللي ماذا بيه يتهذب شويه دون سو سونس لا الموضوع هذا شنو اللي صار في الاخر وكان احنا عيطنا له وقعدنا معاه وخرج في انترفيو عندك يا اسلام وقال انا نعتذر من نادي سقيت الزيت ونعتذر من النجم الرياضي الساحلي وراني انا معناها جست بفرحه النشوه وفرحه الانتصار راهو انتهى الموضوع راهو اسامه البوغانمي موجود في المنتخب اليوم يحكيوا على اسامه البوغانمي مشكل من مشاكل المنتخب مو صحيح الحقيقه معناها ما وانا بالنسبه لي انا وما هوش المشكل مش غسان تومي بالعكس غسان تومي عطاه ما عنده غسان تومي ولا ولدنا تو في الترجي اليوم محطوط في كونكورونس كبيره هو واسامه البوغانمي وشفيق بوقديده واللي خير بطبيعه الحال باش يلعب سي تون ميو بور موا سي تون ميو بور لسبيرونس انه يكون عندنا زوز ملاعبيه ولا ثلاثه في حجم محترم جدا في المركز هذاك بالعكس احنا نلوجوا على اي ملاعب باهي نجيبوه للترجي شفنا في غسان تومي قبل حتى بطوله العالم اللي هو نجم يكون في الترجي وبالتالي انتدبناه وانا بيان فيه وضح لنا ورانا في بطوله العالم هو ملاعب باهي وان شاء الله معناه يتمزج هو اسامه البوغانمي وكل واحد يعطي ما عنده
ممكن ان المفروض صعب عليك كذا شو اكيد يصعب ولا بروبليم ديريش يصعب عندي دو شو اخر ما عندي حتى شو معناها في الاخر حبيت الكونكورنس هذه تبدا في المنتخب بين اسامه وغسان وتوفى في الترجي. بالنسبه لي انا ما نجمش غسان يكون وحده يجي في المنتخب كانوا مشي معاه اسامه البوغامي وانا رايي هذايا اسامه البوغامي حتى بخبرته بالكاركتير نتاعو بيقوم الجروب يدزهم القدام لانه شكون في الخبره مصباح نعرفه كاركتير مصباح ويقن وما يتكلمش برشا ودوب ودوب روحه الخبره في مروان مجايز في الكاج التالي وساعات على البنك ما نجمش يدز دون سونس البارح شفنا المانيا احنا جونشاينر يعيط على اصحابه الكل ويشجع فيهم باش يعاودوا يرجعوا لانه مطالب مهم الشيء هذا كل في منظومه فريق. اقل من دقيقه باسم على نهايه الحصه انا سمعتك انت سيد فاضل بخصوص الموضوع هذا نسمع باسم بخصوص قضيه اسامه البوغان قضيه بين معاقفين. انا كي كنت باش نلوح الكره الكابتن نجيب شو ديجا هكا جاوب على حكايه خاطر اللي خرج للمتلقين انه اسامه البوغانمي اسباب فنيه. انا اول ما سمعت الكلام هذا بصراحه استغربت. غريبه. شنو غريبه؟ ما حاجه من وراء العقل. انما يلزم المدرب يكون عنده يا اما اكسين تاع شجاعه يعطي السبب الرئيسي شنو وما يخليش الجمهور الرياضي هكاك في المهموته اسباب فنيه ومن بعد مثلا فعل سامي السعيدي باستدعاء غسان التومي. بالضبط. غسان التومي معناتها اوفنسيف اتاحت لنا فرصه باش نشوفه لاعب جيد وكذا. مي كيما قلت لك الامور هذه لازمها لازمها اكثر البيرو فيدرال ياخذ زمام الامور وتقعد الناس كلها على طاوله على طاوله واحده على طاوله واحده للمصلحه شنيه العليا الكل المصلحه نتاع المنتخب الوطني. واضح. يعطيك الصحه. شكرا لك باسم شرفت بحضورك وحضرنا اليوم. شكرا لك سيد فاضل ايضا مدرب سهم الزحول ايضا. شكرا سي نجيب بن فاير مدرب الترجي الرياضي التونسي. شكرا ايضا منال السيسي في الاخراج وايضا تقوى المديوني في الاخراج الرقمي. اجمل تحيات اسلام.